وأولى فقراتنا لليوم رح نحكي فيها عن الأسلوب الصحيح والكلام اللبق وفن الحديث وحسن الأدب والأسلوب الراقي والقدرة على الإقناع والإمتاع في آن واحد، من أكثر الأمور المؤثرة في علاقاتنا مع جميع الناس. رح نحكي أكثر شو هو أساس هيدا الفن وشو هي القواعد الأساسية وكيف فينا ندرب حالنا لنكون لبقين لحتى نحكي بأسلوب راقي ولحتى يكون عنا جاذبية بحديثنا مع الأستاذة رودينا جحجاح اختصاص موارد بشرية. صباح الخير رودينا. يسعد صباحكم. صباح النور. بونجوركم. يسعد صباحك. كثير منا يمكن بيمر بحياته أشخاص بتقولي هذا الشخص لبق، هذا الشخص مثلا حضوره حلو، حديثه حلو. دائما بنقول الكلمة الطيبة دائما بتزرع عند الناس شيء حلو مع ابتسامة. فينا نقول خلينا نحكي بالبداية نعرف فن اللباقة أو فينا نقول فن اللباقة الاجتماعية، كيف فينا نعرفه للناس أكثر؟ فن اللباقة الاجتماعية هو بيتجسد من فن الكلام. صحيح. الكلام بحد ذاته، فن الكلام هو صناعة، فمهم كتير بالحياة ولازم كل شخص مننا، نحن ما لازم يكون عندنا تخصصات لحتى كل واحد يتعلم فن الكلام، لازم كل واحد منا يتعلم فن الكلام لحتى يكون بمجتمعه رائد، لحتى يكون بمجتمعه مدرك وواعي لكل شيء عم يحصل حواليه. فن الكلام فينا نقول انه هو او اللباقه، هي اللباقه اللفظيه بتنبع من اللباقه الاجتماعيه، انه هو الاسلوب الدقيق بين انك انت تتحدث بشكل دقيق ولبق ولطيف وبتبعد عن الهمجيه والعشوائيه. وهي بتفرع منا عنا كثير، الى تفرعات كثير طبعا، هو عالم بحر، فهو عنا فن الحوار، فن النقاش، فن الاستماع، كثير الى تفرعات. نعم، يعني كثير في من الاشخاص بتحبيهم ولكن عندهم اسلوب مثل ما بيقولوا اسلوبهم دج، ما كثير بيعرفوا يحكوا ولكن ممكن هن كثير بيعنوا لك. هون هدول الاشخاص كيف فيهم يدربوا حالهم لحتى ممكن اذا بدهم يفوتوا لمجتمع لاشخاص غريبه ما تقدر تتقبل اسلوبهم الفج في التعامل؟ صحيح، وهذا للاسف انه نحن بنلاقيهم كثير حوالين الناس بيعنوا لنا وهن ناس كثير طيبين او بيقولوا لك انه انا حدا كثير صريح لا تزعلي مني. هو اسلوب، يعني هو في فرق، نحن مشان نكون كمان يعني في فرق بين انا اكون صريح وبين كون انا اجرح. صحيح. دائما هو الكلمه الطيبه صدقه. صحيح. يعني تخيلي انه انت اذا كلمه حلوه فهي شو بتعمل؟ الكلمه هدت اوطان، الكلمه نور والكلمة قبور بنفس الوقت، يعني إذا كانت أحياناً نور وقبور فهي نور بتنعش بتحيي إنسان، وقبور هي ممكن تميت، ياما هدت بيوت، ياما بكلمة، ياما بحديث، ياما بمثال نحن بنطرحه بالبيت، هدت بلاد، هدت فالكلمة أو حتى مؤسسات. يعني نحن دائما ان بنقول لازم يتدرب الشخص حتى بالمجال المهني على الكلام، فبنرجع لكلامك ليا انه ليش لازم، كيف الشخص بيتدرب؟ اول شيء دائما نحن قاعدتنا انه انا اريد، هو الشخص لازم يكون عنده هاي الإرادة إنه يدرب حاله. أعمدة فن الكلام هني أربعة، هدول الأساسيات. أول شغلة فن الكلام، أول شيء فيه عدم الكلام وهو الاستماع، بده يكون عنده حسن الاستماع. وفن الاستماع فن بحد ذاته، يعني بيجي نحن عنا استماع إيجابي واستماع سلبي، فأحيانا بتلاقي شخص ساكت فأنت ما بتعرفي شو هو الانطباع، ما شرط ان يكون هذا مستمع جيد. الاستماع الايجابي اللي هويني اللي بيخليني انتم حضراتكم هلا عم تحكوا، فانا بخليني اخذ وقت اني انا اخذ منكم خبرات، اخذ منكم معلومات واستفيد. اما الاستماع السلبي فهو انسان بيكون ما عنده ثقه بنفسه، فبتلاقي دائما ساكت، خايف اذا حكى كلمه حدا او شارد، ببين بالعيون اذا حدا عم يحاكيك وشارد. تمام، لانه انت اجيتي على نقطه مهمه وهي لغه الجسد اللي هي البادي لانجويج. اهم شيء هو فن الكلام من التواصل، يعني فانت اهم شيء لغه الجسد، انا مو شرط اني انطق بالكلمه، فانا كله بدي يكون عيوني معك. واهم شيء اذا نحن بنكون مجموعه
فانا عيوني راح تكون معك ومع ما لازم انا بقول لك العين مغرفه الكلام مغرفة يعني الكلام. تلاقي الواحد شارد ماسك الموبايل انا بيستفزني هذا الموضوع اذا كنت عم بحكي معك واحد شارد او ماسك الموبايل بدك تعطي اهميه للشخص يعني الاخر لحديثه انت عم تجي على المحور الاساسي وهو اهم شيء هو الاهتمام انا لما احكي مع شخص فانا لازم احسسه بالاهتمام حضرتك لازم تحسي انا عم بحكي معك باهميتك لازم حضرتك تحسي انا عم بحكي معك باهميه الحوار نفسه هذا مسؤوليتي انا ثاني شيء من اعمده فن الكلام بيجي عندنا عدم المقاطعه نحن كثير احيانا بيكون عم يحكي يا اما ما عجبك الحديث او عندنا اشخاص انواع اشخاص هي اللي بتستلم نحن بنسميهم بعلم الاداره هذا اللي بيستلم مثل كره السله اللي بيلعبوا اثنين مع بعض فانه دائما عم يجيب الباسكت عم يجيب الباسكت بول البول ويرجع يحطها بالسله دائما هو لحاله عم يرجع ويجيبها فهو دائما مستلم الحديث فدائما عم يقاطعك اهم شيء انه عدم المقاطعه لحتى احس باريحيه انا يعني انا ما تتشتت الافكار بالحديث يكون ثالث شغله عندنا اختيار الالفاظ المفروض يكون الانسان اجمل صفه بالانسان هي الدماثه يعني الانسان الدمث الخلوق الطيب الجميل جميل الكلام وهي نحن شو بنعاني منها احيانا بمجتمعنا او حتى بالبيت فبتلاقي هي بتكون انه انا ضمن المعشر هني بسموها بالعلم دائرة العشم انه انا متعشمة فيكي انت اختي انت رفيقتي انت ضمن الدائرة اللي انا كثير وياك صاحبه فانا هي اللباقة وهي الكلمات الشكرا والاستسماح والاعتذار ما انا موجودة نحن شو بنكون عم نبني بنكون احنا يعني البيت هو خلية المجتمع فبنكون نحن شو عملنا هون فنحن بنكون اذينا المحيط فانا اطفال عم الاطفال كيف بيصير عندها بس تكبر شوي شوي فن الكلام هو بتصير بثقافة تراكمية هو مخزون فأنا شوي شوي فهو عم يشوف بالبيت بيئته كيف عم تكون هاي القصة العشم اللي نحن أنا القريبين منا خصوصا إذا عنا كبار بالسن هذا اللي بيحكي اللي بيحب مثلا الجد أو الجدة الأب أو الأم حابين يحكوا كلام فنحن شو بنعمل أنا للمرة المليون لو حكت لي ماما أو تيتا أو جده نفس الحكاية القصة للمرة المليون بضحك لو مر كثير حكيتي وبصغي وبهتم اهم شيء الاهتمام في ناس لك حكيتي لي هي السيره 7000 يعني انه خلص ايه بطريقه معينه انه خلص يعني بقى وفي عندنا كمان نحن المجامله والنفاق هي المجامله لازم نعرف نحن انه هي المجامله هي ملاطفه والنفاق هو انك تصدر عكس ما بتبطن انت بتفرق كثير صحيح يعني هي مثل ما تفضلتي حضرتك انه بيناتهم والشغلة الرابعة أنه هي أنه أنا تحقيق الهدف ولا تحقيق الذات واللي هو بين الجدال والنقاش الجدال والنقاش شو الفرق بيناتهم يعني احنا بنقول تحقيق الذات بالجدال بيكون يعني أنا لما بجادل أنا نحن لما بنتناقش بدنا نوصل لهدف معين صحيح. في حقيقة بدنا نوصفها وهي يعني نحن دائما نقول النقاش هو تحقيق هو الحقيقة أما الجدال فأنا بدي أحقق ذاتي أنا بدي أتصيدك بدي ضل اقول انا اطلع الصح ما بقى همي الهدف هاي الشجره ما بقى نتفق نحن لازم نوصل انه الحقيقه انه لونها اخضر لا انا بدي فرجيكي انا نفسي وابرز انا فهدول لازم نبتعد عنهم دربنا حالنا هيك كثير بنمشي ما في حدا يقول انه لا ما بتمشي يعني هاي القصص او في اعذار مثلا انا صريح انا عفوي انا بتطلع مني الكلمه بدون ما افكر طالما انت بين مجتمع فانت بدك تهذب حالك ما بيصير تقول انه هلا حتى بالمؤسسات اوكي هلا حضراتكم انتم طبيعيين وعفويين بس في اطر وفي ضوابط صحيح ما بيصير انا عم مثل مؤسسه او انا حتى بيكون احيانا بزنس بالعمل انا بيكون احيانا مندوب مبيعات شو اللي بيخليه بينجح بعمله اذا كان ضارع هو اسلوبه وكلامه الجاذب ولكن ردينا خلينا نرجع الى البيت يلي هي اساس كل شيء نحن كيف فينا نعلم اولادنا انه هن يحكوا بشكل لبق وخاصه هلا في جيل ما كثير بيسمع كلام امه وابوه بمرحله من المراحل ولكن في تاسيسات هي اوكي بتضل مزروعه وبتضل بجوات نفس البني ادم خلينا نحكي كيف فينا نربي اطفالنا على الاصغاء على حسن الكلام وعلى الادب والتعامل اللبق مع الكبار نحن حكينا انه هن بيقلدوا وبالبيت لازم يكون البيت الاب والام مرآة ما عم نحكي بمثاليه بس لازم ينتشر
مثل برا، انا ما بتجزأ، يعني برا انت ما بتجامليني وبتكوني لطيفه ولا شيء بالحياه، الاخلاق ما بتتجزأ ابدا. ما بيصير يكون انا لطيف برا وبالبيت بتلاقي مثلا الرجل او المراه، ما بدنا دائما نحط على الرجل، يعني بيكون برا بيعمله لطيف كثير، بتكون لطيف كثير، بيجوا على البيت ما في تواصل، ما بيحكوا مع بعض، الاطفال عم يشوفوا، خصوصا احيانا في طفل بضل طفل مثلا بدي فرجيكي انا عامل لوحه، بده يجي لعند ابو امه انه اليوم انا رسمت لوحه، هذا عدم الاهتمام، ايه مشغولين كثير، انا بدي اعمل لهم بيئه اهتمام صحيه، لازم الولد يحس باهتمام، ولازم الاسلوب عندي انا يتغير، طريقه تعاملي في من احدى القصص والامثله اللي نحن نقولها، فنحن في طفل عمره 4 سنين بيشخبط دائما على الحيطان، اجى والده فقال له انه لا يعني انت عم تنزع الحيط وهذا غباء منك وانت شخص انت كذا انت كذا، للولد ثاني يوم رجع لقاه عم يشخبط على الحيط، قام اجى قال له انت نفس الكلام، ما تنبيه دائما هذا، انت شخص دائما ودائما بيحفظ الكلمات البشعه والسلوك بتترسخ بعقله طبعا تكبر، بس شوفي نحن شو لازم اهم دائما حتى نحن مع الكبار، ركز على السلوك وليس على الشخص، هدفي معك بالسلوك وليس بشخصك، صحيح انقذ الفعل وليس الفاعل. فاجى ثاني يوم استشار هو فانه غير اسلوبه، فاجى قال له انه انت كل يوم بترسم، بابا انت هو عمره 4 سنين يعني الطفل بتقدر تحاولي معه، انت كل يوم بترسم وماما بتمسح الحيط بترجع بتنظفه، فرسمك بيروح، شو رايك نرسمه على ورق ويضل بعدين بضل لبكره ذكرى وبتضل منك شيء جميل وحلو وعلى الورق بيترسخ ونضل بنحتفظ فيه لنكبر وبنفرجيه بكره لاولادنا، ثاني يوم الولد ما اجى لا ما مشخبط على الحيطان. نقطه كثير مهمه، يعني انت جمله يمكن لها وقع كثير كبير، انت بتنقضي الفعل ما بتنقضي الفاعل، المشكله هي اسقاط الفعل على الشخصي، يعني انا لما اقول لك اسلوبك معي غير صح دائما بيعتبر الموضوع شخصي، هون كيف فيني اضبطها؟ يعني حتى بخلال بالبيت مثلا ضبط المشاعر، ضبط النفس، احيانا بتعصبي عندك اسلوب للتعبير صح مو صح تجاه شخص بتحبيه، ممكن تطلع منك كلمه منا لبقى كلمه جارحه، مع انه ممكن يكون اعز شخص على قلبك، فهي مو انا معناتها ما بحبك، انا معناتها في عندي اسلوب مش صح، كيف فيني هزبه؟ ايه بس انا بدي هلا يكون عندي فن بالاسلوب، يعني انا كيف فيني اقول لحضرتك يعني هلا انا اقول لحضرتك انه انا هذا الفعل ما عجبني، لازم تكوني انت يعني انا وياكي متفقين على قاعده نطلع منها، يعني هلا انا حكيت حديث وانت حكيت حديث، حتى بالبيت نحن وقت بيكون ما نتصيد اخطاء بعض، بدور انا وانت على قاعده مشتركه، على شيء اتفقنا عليه لارجع احكي من جديد، مثلا بقول لك انت بلش بالايجاب، بقول لك انت حكيتي كذا ونحن متفقين على هاي الناحيه، بس في شيء بهذا الفعل الثاني كذا كذا بتمنى يكون غير هيك، نحن اكيد وقت بنكون ضمن اسره، وبرجع بقول نحن ما عم نحكي بمثاليات، لازم نكون هيك طبعا، ولازم ننشر الاستسماح بالبيت، كثير حلو انا لما بيكون الزوج ولا الزوجه ولا الاخ ولا الاخت ولا اي حدا، لو سمحت لو سمحتي ممكن كاس مي، لو سمحتي شكرا اسف، الولد بيطلع ستي، هلا بتشوفي اطفال انت لحالك بتقولي شو بتقولي، بتقولي الطفل لطيف كثير، مين ابوه وامه، البيئه اللي عايش فيها، هي الاشياء مكتسبه كلها، فهي بتنمي مهارات بتنمي الطفل، ونحن لازم ننتبه انه المرء مخبوء تحت لسانه، يعني هلا بتقول لك العالم عم تمر بظروف قاسيه بس تلاقيها عم تتفشش ببعضها، أيه يعني اخلاقها أيه بتقول لك براس مناخيرها، يعني هلا كله ما حدا ناطر دائما في مبررات، ايه بس انت لازم بقول زين الكلمه على حالك قديش بتقبلها وقولها للاخر، اذا بتقبلها على حالك بتطلع منها، بعدين انت مكون يعني انت بحد ذاتك كشخص انت مكون، فانا يعني انا بقول المرء مخبوء تحت لسانه مقوله، فانت بتبين يعني انا هلا شفتك بس انا ما بعرف شو جوا، كثير ناس بتفوت بتلاقيها كثير لطيفه وظريفه وحلوه وكذا، بس بتقول يا ريت ما حكيت احيانا، هذا لازم نعود، اذا نحن الخير حلو والفرح حلو والمحبه حلوه، وكل الديانات السماويه نادت للخير، يعني كان دائما كان سيدنا عيسى عليه السلام يمشي مع الحواريين كان شافوا كلب، فالكلب كان اسود ميت منفوخ، فرفاقه شو صار يقولوا له منفوخ اسود ليك ببني، قال لهم لكن اسنانه بيضاء، يعني خلينا دائما نشوف الاسنان البيضاء، وانك بالاديان السماويه وانك لعلى خلق حسن، ما في احلى من الاخلاق الحلوه، هي بتبني اوطان صح. نعم ردينا نحن يعني مثل ما ذكرنا من شوي كلنا عم نمرق بظروف صعبه، ولكن نحن
يعني لازم نتعاطى مع مجتمع بأشكال وألوان، وخاصة ضمن سوق العمل، ضمن المؤسسات العمل. نحن اليوم كيف فينا نضبط مزاجيتنا؟ كيف فينا نضبط أنه يعني نكون بعيدين أكثر عن دج الكلام لحتى يمكن يمشي العمل لمصلحة العمل تتم على أكمل وجه؟ لأنه إذا بدنا نضل نحن ننقد بعض، بدنا نضل نتخانق مع بعض، رح يفشل أي صحيح. مؤسسة صحيح. أو إذا في كتير طق براغي، في كتير بيحبوا الفاينة لبعض، هون رح تفشل المؤسسة قولا واحدا. فنحن كيف فينا نكون، ما بدنا ننسى أنه نحن عم نمرق بظروف، كل حدا عنده مثل ما ذكرنا من شوي حالة يعني يرسى لها من الظروف الصعبة. هلا نحن بدنا نقول خصوصا سوريا للاسف عم تمر بازمه، ان شاء الله يا رب بتمرق على خير ان شاء الله، وان شاء الله السلام لكل الناس. بدنا نكون نعمل هلا الوضع الاقتصادي كثير مشكله، عمل ضغط على الناس كثير، بدنا نساعد بعضنا وخصوصا بيئه العمل. هلا بدي امن انا اكون مؤمنه بهذه المؤسسه اللي انا فيها، اهم شيء انا كشخص انا موجود فيها اؤمن انه هي المؤسسه لازم تنجح، ونحن كافراد لازم نكون عم متعايشين مع بعض، ومساحتي تنتهي عند مساحة الآخرين. لازم أعمل دائرة بعلم الإدارة لينجح العمل 100%. كانوا يشبهوا أنه لعبة التنس، إذا أنت بتتقني لعبة التنس، شوفي لعبة التنس واحد هون واحد هون وفي مساحة، أنا إلي خصوصيتي وإنت إلك خصوصيتك. إن بترمي برمي في عدل، أنا باخذ وقتي بالكلام ووقتي بالعمل وإنت بتاخذ وقتك، ما حدا بيجي على الثاني. أسخطوا كمان على لعبة كرة القدم، كانت جماعية كلهم لهدف واحد، كانوا كلهم يتحلوا بأخلاق حلوة لحتى يكونوا لهدف واحد، كلياتهم متفقين مع بعض. فنحن ضمن العمل لازم ندرب بعضنا الحب ثم الحب ثم الحب والاحترام والتركيز على العمل وليس الشخصني، البعد عن الشخصني. تفضلت نور انه الشخصني كثير نحن مشكلة، انه انا يعني انا اليوم بقول لك من باب محبه انه انت لو عملتي هيك بيطلع اجمل. طيب انا ليش لهال، فهو بده يكون رواسب جوا، ليش لا تفكري انه شيء مشخصن يعني على انه انا في بيني وبينك. لازم نبتعد عن انا، انت زميل عمل، نحن انا رحت من على بيتي اغلق، ما انا نحن مالك من يعني مالك من باقي الدائره الضيقه تبعي. صح. فانا اللي كنا قايلين العشم اللي انا قلت دائما حتى هي لازم تكون اكثر تهذيبا، لازم تكون كلها على خلق طيب لحتى هي تكبر، لانه هي الدائره. انا ما اتجزا مثل ما اكون بالبيت بالاداره هلا وقت بالماركتينج وقت عم يدربوا اشخاص ومندوبين، ما بيقولوا لهم ان اذا اجى العميل بيقول له اذا كنت بالبيت وابنك معك، وقت بيقعدوا بيعملوا لهم تريننج فبيقول له اذا كان ابنك معك انت شو بتعمل؟ اسقطوا على البيت، اثبتت لا تتجزا، يعني انت كما انت في البيت فانت بالاداره. فبالمؤسسات نحن لازم نساعد بعض، نحب بعض، الكلام اللطيف، الكلام الحلو، الاسلوب بين بعضنا، والاحترام اساس كل شيء. ودائما بنقول نحن لازم نكون بتاعت مظله صف. هلا شوف في اساس كل شيء صفاء النيه. يعني انا بدي اكون صافي. نحن وقت قلنا انه الفرق بين النفاق والمجامله انه انت من جوا تكون نيه سليمه، انت بتنطق يعني بينطق لسانك ما في القلب. ودائما دائما انا حتى مع زميلتي بالعمل اهتم بداخله مو بكلامه بس، يعني انا حسسها. نحن اذا بتعرف يعني كلياتنا بنرجع الوجع عنا عم يكون بقله الاهتمام او بعدم الاهتمام، ان كان من زوج، من اب، من اخ، من رفيق، مناجات مع النفس يعني بتصير. هلا يمكن ما كلنا بنصرح، بس الانسان اللي واثق واللي صادق مع ذاته بيحكي. فانت تكوني يعني صادقه من جوا، تكون نيتك سليمه صافيه، محبه للاخر وبتحترمي الثاني، ودائما نركز على الفعل وليس الفاعل. طيب بالختام ست ردينا، خلينا نعطي بعض النصائح لكثير من الناس يمكن عم يتابعونا عم يقولوا انه انا ما عم بقدر اتحكم بمزاجيتي، انا ما عم بقدر فعلا اضبط الفاظي، انا هيك عندي طريقه تعبير، ويمكن كمان رواسب مثل ما قلنا المحيط، يمكن هو اساسا ربيان بهيك عائله. بعض القواعد اللي فيني انا فعلا من خلالها اقدر اغير هذا الشيء على الصعيد الشخصي وان كان المهني. يعني هو نحن بنرجع نقول انه هي ثقافه تراكميه، فنحن لكل الناس انه نحن تطور حلو، انك انت تكون صناعه الانسان من اهم بناء الاوطان، يعني من اهم اعمده
الأعمدة لبناء وطن. فأنا لما بدي أبني ذاتي فأنا بشتغل عليها. أهم شيء أهم شيء إلنا أنه أنت تدرب على حالك فن الاستماع. هلا شوفي بيعملوا ناس كتير جربها بتمشي، أحيانا أنت بتستفزيني أو بتضايقيني، فهي حتى في شيء أني أنا أرجع شوي لورا أعمل مساحة بيني وبينك، في شيء ضوابط تدريب، اهدى شوي، هو في شيء تعميل براكتيكالز عملي انه انا لساني ابقه في سقف حلقي، جربوه اكثر مره فانت بتعمل ضبط نفس اذا انت استفزتيني. الايجاب والسلب اثنين، هلا لما بتكوني معصبه وانا هاديه انا الايجاب وانت السلب السلبيه، فانا لازم احتضنك، لازم اكون هادي. اما اذا اثنيناتنا بدنا يعلى صوتنا، اثنيناتنا بدنا نخانق، اثنيناتنا بدنا نجادل، بدنا نخرب، وبالنهاية أي نتيجة رح تروح رح تعود علينا نحن كأشخاص. يعني أنا ببيتي مع أولادي مع زوجي مع عائلتي، فأنا بدي أعيش بسلام، بس هي بتنبع منك أنت. يعني ما معقول نكون كلياتنا أشخاص ما لنا مدركين شو عم يصير. فهي التدرب، هي ضبط النفس، فن الاستماع، حسن الحوار، حسن النقاش، كلها. واهم شيء يكون بالنقاش انت وصديقتك قرايبتك، اي حدا عم تتناقشي معه لحالكم مو قدام العالم او قدام المجتمع، لانه هي هذا الشيء اسمه خصوصيه بينك. وهي نحن اللي قلنا عليها بالتنس انه انا دائما حافظ على الخصوصيه تماما، ودائما مثل ما تفضلتي ليا انه بتصير حميميه اكثر. يعني انا لما بيني وبينك انا ما عم بحكي قدام نور لاتصيد لك، يعني انا ما اتصيد لك اخطائك، عرفتي كيف؟ فبهي القصص بالتدريب بضبط النفس باللباقه باللطافه وبالعمل وبالحب تبنى الاوطان، وبالنيه الصافيه اكيد. يعني وكلنا هلا بحاجه لبعض انه نكون حد بعض، ظروفنا كلها كثير صعبه علينا، الاحتواء والاهتمام ولازم يكون. يعني بقول للزوج معلش لو انت تعبان، لو ظروفك برا، كلمه حلوه لزوجتك بالبيت. الزوجه الاحتواء هذا كثير حلو لانه هو كثير عم يتعب برا. الاطفال بدهم احتضان، بيئه سليمه وبيئه صحيه، ما ذنبهم بشيء اللي عم يصير. ما بيصير يكون طفل ببيئه وطفل ثاني ببيئه ثانيه عايش. هذول هن بنات المجتمع، يعني لازم نحتضنهم اكيد. لكن بدنا نشكرك كثير الاستاذه رودينا جحجاح مدربه الموارد البشريه، بدنا نشكرك على كل الكلام الحلو اللي قدمت لنا اياه، وبنتمنى انه مجتمعنا دائما يكون صاحب رقي باشخاصه ان كان بالكلام وان كان بالمعامله الحلوه. شكرا كثير لك وحلو وصباحك حلو. شكرا كثير لكم، انا بتشكر وجودكم اللبق اللطيف عن جد. نحن بنشكرك. الموضوع بدي حبيبتي وبدي اقول صباح الخير للجيش العربي السوري أكيد. وتحيه حب كمان للجيش الابيض بكل كوادره الطبيه كلها. الله يحميهم، شو الله يحميهم يا رب. لانه هن بهالوقت هذا كانوا البق شيء واكثر حدا نحن احتجناه. يعني اكيد بنوجه لهم تحيه كثير كبيره. بنتشكرك على وجودك معنا، وبالختام مثل ما قلتي كلمه طيبه صدقه، عاملوا الناس بمحبه ترجع عليكم. شكرا كثير. وتبسمك في وجه اخيك صدقه. اكيد شكرا كثير.